ما خصناش نلوحو نواه او عدم التمر. وعلاش؟ لانه ببساطه كيحتوي على عده منافع واكثر من 100 فائده. كما كتعرفوا نسبه كبيره من المسلمين كيستهلكوا التمر في رمضان، والاغلبيه كيلوحوا النواه او العلف او العظم ديالهم لداخل. من اليوم فصاعدا ما خصناش نلوحو العظم ديال التمر. اولا لانه من فوائد ديالو انه كيطول الرموش وكيكثر من الحجبان وكيقوي النظر وكيسود العينين. ثانيا الا طحناه وخلطناه مع زيت الزيتون وزيت الخروع كيمنع تساقط الشعر نهائيا، وفي نفس الوقت كيملا الفراغات وكيرطب الشعر. ثالثا نقدروا نستعملوا المسحوق ديالو كبديل للقهوه خاليه من الكافيين، وعده شركات عالميه ولات كتستعملوا كمكون اساسي للقهوه ديالها. رابعا كيستعملوا بعض النساء كبخور طبيعي بعد الولاده لارجاع الرحم لمكانه الطبيعي. خامسا نقدروا نستعملوا نواه التمر كمهدئ لالم الاسنان، وذلك باستخدام المسحوق ديالو مباشره فوق الم الاسنان، استحلاب ديك الماده اللي كتعتبر مخدر طبيعي، وكذلك هو ماده اساسيه في صناعه الكحول الطبيعي المغربي. ومن مميزاته اننا نقدروا نستعملوه كبديل الشوكولات اي الكاكاو، وكذلك له عده فوائد. ندوزو مباشره لطريقه التحميص ديالو والطحن ديالو. قبل ما ندوزو كل شيء يدير مشاركه في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات. اول خطوه غنجمعوا واحد الكميه ديال العظم ديال التمر وغادي نغسلوها جيدا وغنديروها كتنشف. ثاني خطوه غنديروها على نار هادئه مع التحريك ديالها. بعد ذلك نقومو بالتكسير ديالو في شي مهرز، وغادي نقومو بالطحن ديالو في شي خلاط كهربائي. من بعد ما نطحناه جيدا غنغربلو للحصول على مسحوق رطب. غادي نحتفظو به في شي قرعه زجاجيه، شي قنينه زجاجيه. بعد ذلك هو جاهز للاستعمال. اخوان الاخوات ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير يوصل لهذا الفيديو اكثر عدد ديال الناس. شكرا.